السلام عليكم خوتي، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في قناه ايموبيلي طونجيل. ان كنتواجدوا في تجزئه ديال المجاهدين، كاين واحد القطعه ارضيه مساحه 75 متر جات على الشارع 10 متر. التجزئه باقا كيف تسلمت كما لاحظتوا بني ان شاء الله بدا فيها. هي كتبدا من هذا الاتجاه، هذا رقم 47 كتبدا من هنايا حتى ديك البورنيه اللي في ديك الاتجاه ديال الليه، هو رقم قطعه 47. المساحه 75 متر كما لاحظتوا، التجزئه باقا كيف تسلمت وبني ان شاء الله بدا فيها. تبعوا معايا فيديو حتى الاخر الله يجازيكم بخير باش نعطيكم معلومات والتفاصيل. هذه تجزئه مجاهدين، تجزئه سلام جوج، تجزئه سلام واحد هي ديال اهلن، هذه تجزئه سلام جوج هي ديال المجاهدين حدا ديار طنجه. كما قلت لكم رقم قطعه 47. كنشوف بزاف ديال الخوت مابقاوش كيوصلوا الفيديوز ديالي، بزاف اتصلوا بيا كيقولوا لي مابقيناش كنشوفوا الفيديوز ديالك كيطلعوا عندي في القناه في التليفون. السبب حاول زولوا ابوني وعاودوا تابونا من جديد وفعل جرس فوقاني باش بقاو يوصلكم الفيديوز. المساحه قلت لكم اخوتي 75 متر، رقم القطعه 47، عند الشارع 10 متر. هذا الشارع متسع هنايا، البلان اللي كيعطيو هنايا كيعطيو ثلاثه د الطبقات والسطح. هاي رقم قطعة 47 اللي بغيت توكل على الله، والثمن ديالها مزيون مناسب. كتبدا البني ديالك مع هاد البورنية هادي، مع هاد البورنية هادي، هايدا غادي يمشي ودير من هاد الاتجاه هادي. هنا ومربع مكاين لا ترابز لا والو، من هنايا كتمشي فحالك هايدا وكتجي فحالك هايدا وكتجي هايدا. هذا الشارع 10 متر، يعني الشارع متسع. اجي الدار مشي مشى، انا غادي نجي اوفاس من هذا الاتجاه هذا. من الاتجاه هذا ها هي جات كطلع على هذه العمارات هذا. كما لاحظتوا التجزئه جات مشي مشى، وموقع مزيون هنايا كلشي قريب، قريبا جميع المرافق العموميه، المسجد، بقاقه، الحوانت، كلشي عندك هنا، كلشي قريب تما. هنا هذيك الرامبو مش كتخرج بحالك على على سط فيلاش. لا عندو اخوتي شي بارتمان في جهه المجمع الحسني مشي تمام مزيون، اولا ديك العمارات اللي قدامين المدينه مشي تمام مزيون، اتصل بيه عندي طلب من ديك الاتجاه. كما كنقول لكم الاثمنه مزيونه هي اللي كتمشي في السوق. هاد تزي انا منكم واحد الجوله هنايا، انا قلت لكم رقم قطعه 47 وكاين طروف على يدي هنا. كاين ديك رقم 100 اللي وريت لكم، ديك رقم 100 اتجاه الليل. كاين رقم 6، كاين رقم كاين طروفه هنايا. هذا الرقم عندي في الواتساب اخوتي، اللي كيجبر الخط مشغول دخل الواتساب خلي لي الرساله الصوتيه اللي بغيتي تقول لي وانا غادي نجاوبك. انا قلت لكم هذا الطريف هذا مزيون، اللي بغيت توكل على الله، الناس بادين في البني ديالهم. هذا عطيها واحد 8 شهور 9 شهور تجيب راه كامله مبنيه، هذه ماشي ديال الشركه، الشركه ما عندها والو، هادشي كلشي بالاسماء والارقام ديال الموالين. هذا التجزئة ديال الاستفادة رقم 47 هو فين هو، وديك الرقم اللي وريتكم ديك المرة هو باقي موجود فين ديك التراكس كيحفر قدامو، قطعة اللي لاصقة في ديك التراكس. ها 47 فين هي. هذا الثمن ديالو اخوتي 10000 درهم من المترو، 75 من المترو،
ضربها في 10000 درهم كتجيك 75 مليون. فلان كيعطيو هنايا ثلاثه د الطبقات والسطح تجيك الدار مشمشه وكلشي. انا نوريكم قطعه اخرى فين هي. هادي قابله نتبدل بشي دار، اللي عنده شي دار مزيونه هيدا هي السيد يبدل معاه. دخلوا القناة ديالي اخوتي، فيها ميتشاف فيلا سبارتمات اراضي كما قلت لكم تزي اباقه كيف كتسلى. ها هي رقم 43. ها هو رقم 43، عنده جوج فرشادات، عنده مرافيناتي الاتجاه ديال الليل، وعندهم هذه الواجهه هذه هي فيني. هذه اللي عنده شي دار مزيونه، شي دار مشمشه في جهه عين الحياني، جهه درادب، حدا مدرسه ضو النور، عين الحياني اللي عنده تما عاوتاني اتصل بيا، شي دار بالتبديل، هذه السيد يبدل معك. ها هو رقم قطعه 43، الدار اللي كتبنا ها هي فيني. ان شاء الله بدولة في الاساس ديالها. ورقم 6 وريتو لكم راه هو في نور، عنده جوج فرشات من الاتجاه هذا ومن الاتجاه ديالو. هذا الثمن ديالو اخوتي 11000 درهم، فشي بركه ديال المفاهم. اللي عجبته شي قطعه يتصل بيا. انا نوريكم واحد رقم 100، هذا رقم 100 هذا هذا رقم 100 هذا غادي نوري لكم قبل تبديل حتى هو بشي دار جهه العوامه. شوف واحد السيد يمكن غادي قال لي غادي يعمل معاه الروبريز تبديل مع مولاه، الا ما كتبش نشوفه عاوتاني. هذا الرقم 100 مزيون حتى هو، هما التجزئه كامله مزيونه. جات مشمشه والشوارع واسعين حدا ديار طنجه. ها ديار طنجه فين هي؟ كنسميهم ديار طنجه. رقم 100 حتى هو جا في الشوكه ومزيون. ها هو فين هو رقم 100. هذا واحد السيد قال لي غادي يبدل مع مولاتها بالدار الا كتب مزيان الله يوفق لهم، الا ما كتبش يا اخوتي الا ما كتبش ها هو رقم 100 فين هو. هذا قابل للتبديل بشي دار، شي دار تكون مزيونه مصلوحه، اللي بغى يصور لي التصاور ديالها ولا نجي نشوفها. هاد السيد كان عاطي كلمة غادي يبدل، إلا بدل وادك إلا ما بدلش يبقى يعني في هادي ديالو. صافي ها هو رقم 100 فين هو. أنا قلت لكم اللي عنده شي حاجة بشي ثمن دبي يتصل بيا، شي بارتما بشي ثمن مزيون جهة شارع مولاي إسماعيل، شي بارتما قريبة من البحر، عندي طلب من ديك الإتجاه إتجاه البلاية، شي ثمن مزيون عاوتاني كذلك. انا قلت لكم الارقام اللي كاين، كاين ديك 47 وكاينه 43 وكاينه 100. كما لاحظتوا التجزئه يعني بدا فيها بني. انا قلت لكم اخوتي حاولوا زولوا الاشتراك وعاودوا تشاركوا من جديد باش يبقى يوصلكم الفيديوز. اللي عنده شي بارت ما في هذا الاتجاه هذا يتصل بيا بشي تمام زيون. هاد ديار طنجه، اسميهم ديار طنجه، اللي عنده في قواسم سنان كذلك يتصل بيا. انا كنقول لكم اللي كامل تمام زيون كيبيع. ها رقم 47 فين هو، ورقم 43 ها هو اللي لاصق في هذا الدار غادي يطلع. هذا الله يسهل على كل واحد ما كيتمنى بالسكنه ديالو. راكم عزازين، المجهودات كنعمل عليكم باش نساعدكم توصلوا ان شاء الله لهذا العقار اللي يعجبكم ويناسبكم. قلت لكم هذه 75 مترو على حساب 10000 درهم كتجيك 75 مليون. تين طاشرون تكلف طاشرون كتعرف الدار ديالك موقفه هنايا، من غدا كيصبح الطراك يحفر هنايا. هذه التجزئه ديال المجاهدين، التجزئه السهله. ها هي فين هي 47. الفرشادة ديالها عندها واسعة، عندك الرجمة راه هي اللي لاحظتو، راه هي ديك الرجمة حتى هاديك راه هي، يعني عندها الواجهة واسعة.
اللي بغا يتوكل على الله. انا قلت لكم باقا كيف تسلمات، لاحظتوا الخوت مساكين بداو في العمل ديالهم، الله يسهل عليهم والله يعاونهم، الله يعطيهم كل واحد ما كيتمنى في النيه ديالو. اللي عنده شي رقم هنا في شي تمام زيون عاوتاني كيتصل بيا شي تمام دبع. وباقي الخير القدام اخوتي، كنوعدكم باقي نزيد نشاركوا في فيديو سبارتماس اراضي، باقي الخير القدام، محلات تجاريه الله يبعد علينا هذا الوباء في اقرب وقت، الله يحفظكم ويحفظ جميع الامه المسلمه. اللي بغى يتوكل على الله هذا رقم 47، ولا اللي بغى رقم 6 اللي هن رقم 6 عنده جوج فرشادات حتى هو طريف عاوتاني حتى هو مزيون. هذيك مولاتو تقبل تبدل شي دار هيدا في اتجاه عين الحياني جهه درادب خصافات، شي دار تكون قيقية مصلوحه ومزيونه، شي دار تكون مشمشه. رقم 6 هو اللي جا قدام ديك الدار، ديك الدار راه هي فين هي، عنده جوج الواجهه طريف مزيون حتى هو. قلت لكم اللي بغى يعمل التبديل يعيط لي نجي نشوف الدار، نسرد فيديو ديال مولاتو، مولاتو تجي تشوف الدار كذلك، وانت تجي شوف قطعه الا تفهمتوا الله يسهل عليكم. وحاولوا تبعوا القناه اخوتي ايموبيلي طنجي، ساعدكم توصلوا لنا هذا العقار ان شاء الله. رقم 100 فين هو مزيون جا في الشوكه، انا جيت من اتجاه اخر دابا. وفينو الرشمه ديالو هنا هنايا مع الاتجاه هذا ليه. اجي الرقم ما عندك فين تتلفش، باري التاكسي قول له التجزئه ديال تجزئه السلام جوج ديار طنجه غيجيبك هنا هنايا، تجي التجزئه هنايا ما عندك فين تتلف. بغيتي رقم 6 راه هو فين هو قبل تبدل بشي دار جهاد عين الحياني ولا شي بارطمان جهاد شارع فاس، شي بارطمان تكون جهاد المدينه شارع فاس شارع مولاي اسماعيل، شي بارطمان مزيونه ولا شي دار مولاتو تبدل معاك راه هو رقم 6. بغيتي رقم 100 ها هو فين هو تا هو قبل التبديل. بغيتي 47 هذاك ما كيقبلش التبديل المولى، هذيك فلوس ديالو كاش. بغيتي هذيك راه هو عاوتاني قلنا هذيك 7 هذيك 43 فين التراكس كيحفر هو اللي لاصق في التراكس، ها هو جات جوج فرشادات هايدا حتى هذيك مزيون. ميت فينا ويتبنا كلشي، رجعت الزئه مضخمه هذه كما لاحظتوا جات مواطيه ما كاين لا عقبه ما كاين حتى شي حاجه. ها هلا كلشي عندك حداك هنا، كاش بلوس ديلي بوتيكات كلشي مويبليس كلشي طاقل. تجي اجات مشي مشاو في المستوى جات الله يعطيهم الصح، والله العظيم عندها موقع مضخم. ما نطولش عليكم فيديو اخوتي العزاز، كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في القناه ايموبيلي طنجي، والسلام عليكم.